قررنا طبعا اننا نعمل الكتف على البخار. طبعا احنا عارفين الكتف على البخار المفروض انه تقيل، لا احنا هنعمله خفيف جدا. هنعمله بطريقه حلوه جدا وصحيه جدا بحيث انه يبقى خفيف علينا خالص. هنحتاج فيه ايه؟ انا هنا واخده الكتف، ممكن نستبدله بالفخده زي ما احنا عايزين. كمان شرايح بصل وبصل قورمة، كمون، ملح وفلفل، طبعا ثوم، فصوص سليمه، وزعتر عندي اخضر. طيب هناخد اول حاجه، وزيت زيتون اكيد. هاخد اول حاجه الكتف بتاعي. الكتف احنا ممكن نعمله كتف او فخده، يعني اللي احنا عايزين. همسك الكتف بتاعي وهقعد اعمل فيه كده، يعني اخرمه كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم بيبقى طعمه حلو جدا، من الاكلات المعروفه عندنا، بنعملها بصراحه في المناسبات ومن غير مناسبات وفي العزومات الكبيره عندنا. بتلاقي دي من الاوائل او من الاكلات الاولى اللي هي بنقترحها، يعني اول ما يجي عندي ضيف مثلا اول حاجه هنعمل كتف او هنعمل الفخده على البخار، ده اساسي يعني عندنا في المغرب او عندي انا ما اعرفش، بس هو في المغرب عامه. في العيد طبعا من الاكلات المميزه بتاعت العيد، بنعملها كتير جدا، بنحشيها وبن يعني عايزه اقول لكم عندنا استعمالات كتيره قوي للكتف او للفخده عموما. بصوا هنفضل نخرم فيها كده كويس جدا عشان نقوم واخدين التوم بتاعنا ودفسينه فيها، يعني كاننا هنحشر التوم في الحتت اللي احنا عاملين فيها القطعه. طبعا انا بقطع كده على حسب التوم اللي عندي او الحجم، حجم التوم اللي انا هستعمله. سوري. هنبتدي ندخل التوم زي ما انتم شايفين، سهله جدا، ما بتاخدش شغل كتير. هو بس هناخد سكينه نخرمها شويه بسيط كده وخلاص، هتبقى عندنا الفخده بتاعتنا جاهزه او الكتف جاهز. انا هنا النهارده اخترت اني اخد الكتف، انه عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا وطري، فببقى بصراحة بفضل الكتف. طيب بصوا اهو، اكمل بالشكل ده وبعد كده نتبله التتبيلة بتاعتنا. الفترة دي انا حاطة المية بتاعتي تغلي في الحلة بتاعت الكسكسي في البخار، وهقعد انا اشتغل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خليني احطها فين؟ ايوه. بندفن التوم كده، يعني التوم بناخده صحيح بندفنه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بنفس الطريقه دي. هاخد الحله زي ما انتوا شايفين انا اوريدي حطاها، يعني الميه شغاله. هاخد البصل بتاعي، البصل اللي بيتقطع شرايح، والبصل القورمه، البصل الصغير. لو مش حابين تعملوا البصل القورمه ده براحتكم، مش مجبرين، بس هو انا بفضل بصراحه انه يتعمل فيه لانه لما بيستوي بيدي نكهه حلوه جدا. طيب عملنا ده، هاخد شوية ملح، هعمل عليها شوية ملح، شوية فلفل اسود، مش هكتر الفلفل الاسود، الفلفل الاسود ما بنكتروش. هاخد الكمون، هسيب شوية بس عشان الفها، والزعتر، ورشة بسيطة من زيت الزيتون. في اللي بيحب يعملها بزيت نباتي يعني زي ما تفضل. وهندهن التوابل او نغلفها بالتوابل اللي احنا عاملينها كلها. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها حلو جدا، بتبقى هايله بصراحه. خليني ارجع التوم ده كده، لازم تجربوها، خفيفه جدا، طعمها حلو جدا. بتاخد لها في على البوتاجاز او على النار بتاخد لها حوالي ساعتين. احط دي هنا، اوكي. شويه ملح برضو من هنا، شوية فلفل، وباقي الكمون بتاعي مع الزعتر بالشكل ده، وهدعكها. انا مش هزود زيت اكتر من كده لاني اوريدي انا حاطه زيت، فبالنسبة لي كفاية كده. خلينا ندخل دول وكده، خلاص اعتبر خلصت الكتف بتاعي. هحطه على البخار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد ورق الزعتر واحطه معاه بحيث انه يديني طعم حلو ونكهه حلوه. هنسيبه على البخار مده تقريبا يعني حوالي هياخد له من ساعه ونص لحد ساعتين، وهتبقى الاكله بتاعتنا